كل سنه وانت طيب. الفسيخ والسردين دوت احنا بناخده كل سنه من محل بتاع شاهين، انه محل نظيف ومحل كويس واسعاره يعني معقوله بالنسبه للاسعار الحاليه اللي ماشيه دلوقتي، وطالما حاجه نظيفه احنا ما بنخافش منها. كل سنه طيبين، احنا بنشتري رنجة وفسيخ من عند شاهين كل سنه، بس السنه دي غالي، قال نزل اسعاره عشان الناس الغلابه برضه تشتري، في ناس على قدها برضه، بس الرنجه رخيصه، الرنجه ب 40 جنيه بس، الفسيخ غالي السنه دي ب 95 جنيه، قال السنه اللي فاتت ب 80 جنيه، زاد شاف 10%. كل سنه طيبين بمناسبه شم النسيم، وسنه سعيده عليكم ان شاء الله. احنا النهارده هنتكلم عندنا عن الفسيخ والرنجه والسردين والملوحه، الحاجات اللي مرتبطه بعيد شم النسيم، طبعا بالاضافه للتحابيش بتاعتها البصل والليمون والملانة. عندنا الفسيخ ده عبارة عن سمك بوري، بوري بحر، بيكون لازم بيطلع طازة، ما بيجيش جنبيه يعني ما بيجمدش، لازم يكون طالع من البحر طازة، وبعد كده بيبدأ يعدي بمراحل التمليح اللي هي عبارة عن برميل خشب وملح ومية والسمك البوري بس، تمام. عندنا تاني حاجة الرنجة، الرنجة ده سمك هولندي مستورد، افضل انواع السمك الرنجة اللي موجودة، لان سمك الرنجة بيعيش في المحيطات، افضل انواع سمك الرنجة بيجي من هولندا. سمك الرنجة بيكون وزنها ما بين ربع كيلو 300 جرام، تمام. ده افضل نوع من انواع السمك، بيبدأ تصنيعه في مصانع خاصة هنا في مصر، اكبر مصانع لتصنيع الرنجة على مستوى العالم بالمواصفات العالمية، ويبدأ احنا دورنا احنا كشاهين ان احنا بنبدأ نختار اعلى جوده واعلى نوع موجود في السمك، تمام. كده فضل عندنا السردين والملوحه، يعتبر مساله تمليحهم قريبه نوعا ما من الفسيخ، انما برضو اساسهم النظافه والجوده، وان احنا بنلاقي افضل نوع من انواع السمك. اربع نفر تمام.